مدينة رستن، بس المبيدات بسبب كثرة الجراثيم. يعطيك العافية يا معلم. هلا والله. شو عم تطبخوا هون يا؟ هاي عم بخ مشان الحشرات، مشان ما تدي ايدان، لأنه ما في أي خدمات، لا أي آليات نظافة، لا أي شيء، فهذه سموم اشترت على حساب الشعب مشان تنظيف جميع البق والدبان وكل شيء أشياء بسبب أمراض. بين الله بين الله بين الله. الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب.